بسم الله. ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، آمين يا سيدنا يا عظيم. قال: هذا ربي هذا أكبر. فلما أفلت أي اختبت الشمس، أشوف يقول: قال يا قومي إني بريء مما تشركون، أنا أرى فيكم تعمل بي شيء تعتبرونه رب وهي أصنام من حجر ولا من لوح، ولا في خيالكم المريض. كما عندنا تو اغلب الكرب وما في الكرب، لانهم تفكيرهم في الرب خاطئ تماما، اون دور دو توت رياليتي. يعني ربي ربي لا يرى، لكن يرى خلقه وانت من ضمن خلقه. كيفاش تفسر وجودك وتكوينك النفسي والفيزيولوجي والفكري والادبي الكل؟ كيفاش تفسر؟ تفسر جاء وحده ولا ثم من نظم حالك على كل المستويات؟ ارجو يا كرم الى الرب تصحوا، ترجعوا لحالتكم السابقه اللي هي تنجيكم من غضب الرب. انتم بالكرب وما زلتم ما كنتم فاهمين من هو الرب، فلم تقدروا حق قدره، فسخط عليكم وبارش منكم. قولوا ما يفعلوش: يا أيها الذين آمنوا لم تعايقوا نفسكم، سلم ربي الذي إيمانكم. لكن يوري أن الإيمان راهي ما يخليكمش بعاد عن مقتله. يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. ماذا من الملوك كلاب الملوك تحته ملوك عربي. أنا من العائلة النبوية الشريفة، منين جاك الشرف؟ منين طبل؟ مخ خامش وعمالك نذلة، وبعد تقول لي أمير المؤمنين وكذا. أنا أمير المؤمنين وأنت أمير من باشك؟ بخيالك المريض قمت حكيت راس، قلت أنا أمير المؤمنين زيكم، شعوبكم تكشف فيكم، حتى إذا كان 90% فاسدة فاسدة لأن طبيعتها كربية. على كل حال، بما 10% بالمرصاد يدعون عليكم ولا لكم؟ لكم، إن قبل الله ذلك الدعاء سيصلح الله حالكم كملوك وتولي أمير لك المؤمنين 10% المؤمنين. وقت يحق لك أن تسمي نفسك نبي عباس، باش الإنسان يحب يكون هو من الأسياد نبي عباس. أما اليوم أنتم من الأنبياء، أنتم تخونون الله وقاعدين عاملين مغناني على ما جاء في القرآن، اللي قاد يباشر في صحيفة العسل أعداء المولى فهو منهم وسخط عليهم. قلنا أقرأوا القرآن حتى تعرفوا أنتم أين كنتم وأين أنتم وأين أنتم ماضون، ماضون إلى خراب دنياكم. قلع عربي كراسيكم أو يهرم كراسي، وبنيانكم يسحقه الله، لأن يعني بنيان ينافس بنيان الله، فلا بنيان إلا ما أراد الله أن يكون بنيانا سماويا أو أرضيا أو بنيانا دنيويا وأخرويا وبنيان برزخيا. أما بنيانكم هارم، بنيانكم مكتوب على عند الله أن يكون هاويا، وأنتم جيكم المصائب الكبرى، ربما تكسروا يسحقكم ربي يخرجكم من هذا الوجود إلى قبور كلها النيران من النار الكبرى. والسلام على من خاف الرحمة.